لو رحنا مدينة نصر. تمام. طبعا المهندس عادل عايز يودينا الشيخ زايد، بس خلينا في مدينة نصر الأول. عايز يطمن على حاجات كتيرة في الشيخ زايد. يا عمي احنا طيب خلينا بنروح كل الفروع الحمد لله يعني. خلينا العضو العامل بيروح كل الفروع. طيب مدينة نصر، ومدينة نصر برضو جزء من العضوية العاملة الكاملة. طبعا. لأنه ما فيهاش جزئية عضوية الفرع، يعني الفرع قاصر فقط على الشيخ زايد وعلى التجمع. العضو العامل يشمل الكل. بدايتها الجزيرة، ثم مدينة نصر حسب الأدبية، ثم الشيخ زايد، ثم التجمع إن شاء الله. مدينة نصر إيه اللي فيها؟ مدينة نصر يمكن أول فرع تم فيه حاجات كتيرة جدا، يعني كم الإنشاءات اللي حصلت هناك غير طبيعية. وحاجة كان برضو عملية نصر دلوقتي لو نفتكر أيام اللائحة، كم الحاجات الجوزافية اللي كانت بترمى على مجلس إدارة إن هو هيفرق مدينة نصر. إن مدينة نصر لن تستمتع بالعضوية العاملة، واندافع وقعدنا يومها قلنا الكلام ده غير منطقي وغير وارد بالمرة، وهي مدينة نصر بتعامل معاملة المقر، جزء من المقر الرئيسي، جزء من الانشاءات الجامده جدا. جه من نصيب مدينه نصر انها يتم البدء فيها. يعني بما فيها النسر والبوابات. صحيح، هذه البوابات اهي. فده مثال برضو للايه ساعات، يعني يمكن حجم التطوير اللي حصل فيها في السنتين دول اكبر من بقيه الفروع. حضرتك انتهينا من هناك من الاسوار والبوابات والنسر العملاق اللي عاجب المهندس عدلي. لا مدينه نصر بتاعنا كلنا النسر يعني. واللي عليه شعار النادي، الاسوار انتهينا منها. تم افتتاح منطقه جلوس الاعضاء على احدث لو جت صوره البوابه دلوقتي انا بشوف والله ببقى قاعد كده فيها هيبه ورهبه. يعني فيها حلم فيها هيبه ورهبه. انا بنبسط لما الاقي احيانا الناس فايته بتقف تتصور. حضرتك في بقى في منطقه جلوس الاعضاء دي فيها 12 منفذ. ال 12 منفذ دي فيهم براندات مش موجوده في اي نادي في مصر. 12 يعني منفذ في مدينه نصر ما بتخشش نادي اجتماعي. يعني فيها براندات يعني لأول مرة موجودة أسماء كبيرة في النادي، أسماء كبيرة موجودة في الأندية. طبعا بخلاف الشاشة العملاقة اللي موجودة في مدينة نصر. المنطقة الترفيهية بيها حمام سباحة، حمام سباحة أطفال، والحمام الرئيسي. المدينة الترفيهية الحقيقة وحمام الأمواج ما شاء الله، يعني المدينة الترفيهية نقلة كبيرة وبرضه قوي. حمام الأمواج ده ملوش مثيل في الأندية المثيلة لينا، يعني الأندية المثيلة للنادي الأهلي في بعض أندية خاصة، لكن الأندية المثيلة لينا كنادي أهلي مفيش حمام الامواج. مفيش الحمام الامواج ده الموجود الوحيد في الحقيقه. الدكتور اشرف صبحي الوزير كان يعني منبهر، انا فاكر كلامه وقتها على انه دي طفره كبيره قوي. غير بقى حاجه غرف خلع الملابس اللي تم عملها هناك، والمناطق الخدميه للاعضاء، تجديد شامل لكل الحمامات اللي هي دورات المياه كله هناك في مدينه نصر تم تجديد ليها تجديد شامل يعني. وملاعب الاكاديميه باجمالي مسطح 18000 متر، ده نجيل صناعي، ده معتمد من الاتحاد الدولي في الاكاديميه. وده الفوت كورت اللي شفناه اللي هو منطقه مجمع المطاعم. عندنا حقيقة في جاري تنفيذ اللي هو ان شاء الله بقى المرحله الجايه اللي هي تمام ملاعب سكواش، مجمع ملاعب السكواش هناك في مدينه نصر. هيتعمل ان شاء الله، هيتعمل ان شاء الله ملاعب للاعضاء، والجراج ان شاء الله اللي هي تلبيه لرغبه الاعضاء. ده الجراج ده بقى الجراج ده احد الاحلام. يعني الناس اللي بتتكلم على صعوبه الركنه، لا هيتعمل ده معمول حساب الجراج. واصل مدينه نصر عنده المساحه اللي ممكن يتعمل فيها الكلام. هيتعمل ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى في برضه محلات في ناحيه البوابه الخلفيه بقى، يعني البوابه الخلفيه. تمام. حضرتك المنافس في مدينه نصر وصلت دلوقتي ل 55 منفذ. مدينه نصر 55 منفذ جوه مدينه نصر. 55 منفذ. 55 منفذ. فتخيل الحمد لله، يعني الفرع اللي هي الحته الرياضيه موجوده، الحته الانشائيه موجوده، الحته الخدميه موجوده. اصل ده له معنى كويس قوي الرقم ده. ما هو انا مش هروح اخد منفذ انافس 54 غيري الا اذا كنت شايف ان كله بيشتغل. كله بيشتغل. بالظبط. بيقدم جوده. بالظبط. يعني ده معنى كده ان في جوده، وان العضو بدل ما بقى يخرج بره بقى يجي ناديه. بالظبط. اذا كثافه اهو، شوف البوابه بسم الله ما شاء الله. يعني العضو النهارده واضح انه العائلات بتندفع الى النادي بكثافه لدرجه ان 55 منفذ بيقدروا يشتغلوا. والطاقه الاستيعابيه كبيره. لا يحدث هذا الا اذا كانوا شايفين فيه حاجه حلوه ومريحه، وبالاضافه طبعا العنصر الجو الصحي والامان الذي يشعر به العضو هو واولاده داخل النادي الاهلي. الامان دي بقى نقطه مهمه جدا. الضوابط المشدده. ودي برضه لازم نذكر للامانه الدور اللي بتقوم به الاداره التنفيذيه على مستوى النادي.
يعني يمكن حصل مؤخرا برضو، يعني احنا عندنا لاول مره برضو ان في نادي كل فروعنا فيها مدير ونائب مدير. وده نوع برضو من اعداد، ده كان تقليد جديد لاعداد كوادر جديده على طول مستمره في النادي وتطوير الاداء، زاد في دورات تدريبيه بدات تحصل، بدات والعبء بقى كبير كمان. هو النادي محتاج بالظبط كده. فالناحيه دي ماشيه الحمد لله على اعلى مستوى من الكفاءه. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول فيه بتحس بامان وطمانينه جوه انا النادي. بقى يعني اقدر اقول الحمد لله انا يعني كنت في اكتر من نادي، لا النادي الاهلي مختلف والعضو عنده تدي التعليمات بيلتزم، لذلك ما تجدش مشاكل بشكل كبير. الحمد لله العضو يشعر بالحماية والأمن والأمان والاطمئنان على أولاده في جو صحي تماما. طيب العضو بقى، العضو العامل لو حب يروح يقضي وقته في مدينة نصر أو ولاده يلعبوا رياضة في مدينة نصر، إيه المنشآت الرياضية اللي بتوفرها لي في مدينة نصر؟ هي كل المنشآت اللي اتكلمنا عليها، الحاجات جميع الالعاب موجوده. في نفس الوقت زي ما اتكلمنا على عندي صاله جمباز، عندي صاله كاراتيه، عندي صاله تنس طاوله كمان كبيره، صاله موجوده هناك. النقطه كمان اللي برجع لحاجة فيها تاني، الاسعار نفسها بتاع الكلام ده للعضو، لان ما بترهقش ميزانيه الاولياء الامور عشان اولادهم يعني. يعني حتى لو تخيلش في حاجه، لما بتروح الاكاديميه هناك في ملعب صغير، الملعب الصغير اللي كان موجود قدام الاكاديميه ده اتوضب بطريقه غير طبيعيه. احس برضو ان هي راحت للاعضاء ده للاولاد لما بيستنوا او بيكملوا تدريباتهم او مع اولياء امورهم. فالحمد لله القصص دي واخده اهتمام غير طبيعي، ان انت بتجود فيها باستمرار. كم حمام سباحه في مدينه نصر؟ عندك المجمع الكبير، المجمع الكبير، مجمع اولمبي، الاولمبي حضرتك بتتكلم على، لا ده حاجه برضه مالوش نظير يمكن في الشرق الاوسط يعني. واللي كان عند اللي تم تطويره عند منطقه المكتبه القديمه بالظبط، ده حاجه برضه اتجدد بطريقه رائعه. لا كم الانشاءات والخدمات اللي اتعملت في مدينه نصر الحمد لله تفوق كمان البرنامج الانتخابي بتاعنا، يعني تفوق اللي في انجازات عدت مكان الحمد لله.